اختتمت أمس الدورة 25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي انعقدت في محافظة الإحساء بالمنطقة الشرقية عاصمة السياحة العربية لعام 2019 بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة مترأسا وفد مملكة البحرين. وقد ترأس الاجتماعات السيد أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي بحضور وزراء السياحة العرب وعدد من المنظمات العربية والدولية. وأكد الخطيب أن هذا الاجتماع يأتي ليؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مجال السياحة، معتبرا أن المملكة وبقية الدول العربية لديها فرص سانحة للارتقاء بهذا القطاع وتحويله إلى مصدر هام لدعم اقتصاديات الدول العربية. هذا وتم الاتفاق في الاجتماع على أن تكون الدورة المقبلة في القاهرة، كما تم اختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية عام 2020. لا شك أن اختيار المنامة للمرة الثانية بعد ما حظت بهذا اللقب في عام 2013 هو شهادة على ما وصلت إليه المنامة والبحرين بصفة عامة من مكانة عالية في مجال السياحة، وهذا نظرا للخطط الواضحة والاستراتيجية التي اعتمدت من الحكومة الرشيدة في تطوير هذا القطاع على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي. فلله الحمد حصلنا على هذا التميز، وإن شاء الله بنواصل في هذه الخطة لتطوير المنتج السياحي البحريني عالميا. كما تم اليوم أيضا تجديد عضوية البحرين في المكتب التنفيذي لوزراء السياحة، حيث جرت الانتخابات للمكتب عام 2021، وتم إعادة انتخاب البحرين، وأيضا حصول البحرين على كرسي نائب الرئيس لهذا المكتب تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.